الفقراء والمساكين. فإيه؟ فمدها. يعني هنا عبد الله ابن مسعود أنكر على الرجل أن يقرأ كلمة الفقراء من غير إيه؟ من غير مد، ولم يرخص له في ترك. قال خلاص، طالما يعني ابن مسعود قال ما قالش مثلا طالما الكلمة إيه المعنى ما اتغيرش خلاص خليه يقرأ. يعني هنا أنكر عليه أن يقرأ كلمة الفقراء من غير مد، ولم يرخص له في تركه، مع أن فعله وتركه سواء في عدم التأثير على دلالة الكلمة ومعناها، ولكن لأن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. أما الإجماع فقد قال العلامة الشيخ محمد مكي ناصر في نهاية القول المفيد، له كتاب مشهور نهاية القول المفيد للإمام العلامة الشيخ محمد مكي ناصر، يقول: فقد أجمعت الأمة المعصومة من الخطأ على وجوب التجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، ولم يختلف فيه يعني لم يختلف فيه يعني أو يختلف فيه أحد منهم، وهذا من أقوى إيه الحجج. العاشر من مبادئ علم التجويد مسائله وهي قواعده، كقولنا مثلا: كل نون ساكنة وقع بعدها حرف من حروف الحلق يجب إظهارها إظهارا، ويسمى إظهارا هي حلقيا. حلقيا وقد أشار إلى ما يعني قدمنا في هذا الباب يعني ابن الجزري بقوله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وقال صاحب السلسبيل الشافي رحمه الله: تجويدك للقرآن حتم لازم، إن لم تجوده فأنت مذنب، لأن ربي كلف الإنسان به فقال رتل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا حاجة أم محمد. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ خالد؟ أهلا بك يا حاجة أم محمد. ربنا يبارك فيك وفي ضيفك الكريم. ربنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا حاجة أم محمد. يا رب. جزاك الله خير. ويجعله في ميزان حسناتكم ويبارك في هذه القناة المباركة والعاملين عليها. آمين يا رب. بارك الله فيك. وفيكم الله وبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده،
فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا حاج محمد، وفيكم الله سنتي وبركاته. بارك الله فيك، قراءة ما شاء الله قراءة مجودة وقراءة خاشعة. معنا اتصال ولا شيء؟ طبعا يعني مبدأ علم التجويد الشيخ رامي هم 10 مبادئ، الحمد لله انتهينا منهم، ولكن بنتذكر بالأبيات ديت الجميلة لبعض العلماء: إن مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم بارك السلام الله ورحمة الله حضرتك وبركاته. وجزاكم الله خيرا. وجزاك يا حاجة أمال، بارك الله فيك. أقرأ إن شاء الله. اتفضلي حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. حج أمال. نعم. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. حاضر. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك يا حاجة أمال، الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خيرا. اسمع كده الشيخ رامي أول الصفحة. هذا بئس ما. معلش معنا اتصال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤشرف معنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مؤشرف. أنت شيخ خالي. أهلا بك يا مؤشرف. أيوة معاك. اتفضل اقرأ. بارك الله فيك وضيفك الكريم. وفيك بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله. يا أم أشرف. نعم. خلي بالك أنت قلت بئس ما اشتروا به. أنت قلت بئس ما اشتروا به وقفت عليها كده. اقرأها على طول بئس ما اشتروا به على طول. نعم. بئس ما اشتروا به. ماشي. تفضل. كما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مؤشرف قالوا نؤمن اكسر الميم بتاع نؤمن وعندك بما وراءه الهمزة مرققة قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه سمعتني منك؟ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم هات من أول ويكفرون بما يكفرون به علشان النفس يعني عشان ما تقطعيش في النفس هات من أول ويكفرون بما وراءه لحد إيه لما معهم وتقف ماشي 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 تفضل ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون قل فلما تقتلون الله من قبل إن كنتم مؤمنين مشرف نعم خلي بالك معايا قل فلما تقتلون يعني الميم يعني مفتوحة فقط مش ميم ألف ما تقوليش قل فلما تقتلون قل فلما تقتلون سمعتني ماشي فلما تقتلون قل فلما تقتلون فلما تقتلون أنبياء الله من أنبياء الله الله هنا اسم الجلالة لها مكسورة أنبياء الله من قبل إيه؟ من عارف أنها مكسور فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين جزاك الله خيرا ومشرف بارك الله فيك عندنا كلمة فلما تقتلون يعني المبالغة في إشباع الحركة بولد حروف زائدة. معنا أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان شيخنا الفاضل. أهلا بك يا حاج أم أحمد. إزيك يا شيخ خالد. أهلا بك الله يحفظك. إزيك وإزاي صحتك؟ الحمد لله على كل حال. بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم. وفيك بارك الله يا حاج أم أحمد. وبارك في قناة الصحة والجمال وربي يعدنا قناة الحافظ. يا رب بارك الله فيك والعاملين بارك بنا عليها بارك الله فيك وخاصة الابن سيد ربنا يبارك له يا رب العالمين الله يجزيك خير يا رب يبارك له ويصلح حاله وحال ولاده وحالنا جميعا يا رب العالمين انت قصدك السيد مين نعم السيد البيلي السيد البيلي في الكنترول ما شاء الله والله هنا الإخوة جميعا يعني أحمد جلال والإخوة هنا كلك ما شاء الله ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب يا رب ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته آمين رب العالمين
أقرأ إن شاء الله. تفضل حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. حاج أحمد. نعم. قراءتك ما شاء الله مجوده، بس عايز اسالك سؤال بقى في المدود كده. يأمركم به، عايزين حكم في كلمه يأمركم به ايمانكم، الاحكام اللي فيه. حاضر. يأمركم كلها مرققه والراء مفخمه من الدرجه الثالثه، والكاف مرققه والميم مع الباء، ده اظهار شفوي. ميم هنا بعدها باء، اظهار ولا اخفاء؟ اظهار شفوي. ده انا بتكلم على كلمه يامركم به، هنا ميم ساكنه جي بعدها باء. اللي عندنا مد صله. لا انا بتكلم على يامركم. نعم. يامركم به. مالها يامركم؟ مش يامركم، انا قلت يامركم به، الميم مع الباء ده اظهار شفوي. اظهار شفوي ولا اخفاء؟ لا اظهار شفوي. مش الميم مع الباء يبقى اخفاء؟ ما اخفاء. اخفاء شفوي. يأمركم اخفاء شفوي. يأمركم به، خلي بالك، اخفاء شفوي. به ايمان. به عندنا هنا هنا مد صلة. به ايوه نعم. به مد صلة. صلة ايه بقى؟ نعم صلة كبرى. ايوه احسنت. ايوه نعم. نعم. إيمانكم إن أكمل، كملي بقى لحد الآخر. إيمانكم إيمانكم عندنا الهمزة مرققة والياء مادية مرققة والميم مفتوحة مرققة، وعندنا الألف تاخد حركتين والنون مرققة والكاف مرققة والميم مع الهمزة إظهار شفوي، وإن النون برضو مرققة، وكنتم الكاف مرققة والنون مع التاء. خلي بالك كده اخفاء. نعم. إن كنتم النون مع الكاف، النون مع الكاف اخفاء، والكاف مع النون اخفاء. أيوة تمام. نعم. والكاف مع النون والنون مع التاء اخفاء. تمام ما شاء الله. والميم مع الميم إضغام متماثلين صغير. مثلين صغير. ومؤمنين كلها مرققة، وبعدين عندنا بقى مؤمنين تعرض للسكون. أحسنت يا حاج أم أحمد، بارك الله ربنا يبارك فيك. حاج أم أحمد ما شاء الله عليه يعني. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا حاج أم خالد. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم
وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن مخالد نعم آمنوا مد إيه آمنوا مد بدل أحسنت بما أنزل مد منفصل أحسنت بارك الله فيك اقرأ وإذا قيل له أكمل؟ كمل إن شاء الله وإذا قيل له وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أحسنت بارك الله فيك جزاك الله خيرا على هذه التلاوة المجودة في معنى اتصال بشيء شيخ رامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أم إيمان أهلا بك بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم يا رب ربنا يجزيك خير الجزاء يا رب العالمين ربنا يجزيك خير وبارك فيك أم إيمان عودا حميدا إن شاء الله يا رب ما يحرمنا منكم أبدا يا رب العالمين ربنا يبارك لنا فيك يا حاجة أم إيمان جزاكم الله خير أبدا إن شاء الله يا شيخ خالد تفضل حضرتك بارك الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم مؤمن نعم أما نقف على الحق عشان النفس نراعي ان فينا هتبقى في قلقلة كبرى ايوه بما وراءه وهو الحق حاضر في حالة الوقف عليها لكن احنا لو وصلنا مش هيبقى فيها قلقلة بقى هنراعي ان احنا نشدد القاف وخلاص وهو الحق مصدقا لما معه تفضل يعني ابدا من انت يعني يا يعني ابداي من اول ايه قالوا نؤمن قالوا نؤمن بما أنزل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل لا أنت هتجيبها من أول الآية أنا مش لاقيها والله سبحان الله يعني لا الآية واحدة السيئة من أول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله أصلها فيها إيه أنزل في أول الآية وبعدها بكلمتين أنزل فتخلي بالك من ديت وإذا قيل لهم آمنوا تفضل حاضر وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم على مهلك يا حاج ام ايمان، عايز اسمعها منك تاني. واشربوا في قلوبهم العجل، خلي بالك هنا الباء بتاع قلوبهم مكسوره والهاء. ايوه قلوبهم، لو هنوصل. واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت يا حاجة أم إيمان، ربنا يكرمك يا شيخ خالد. معلش الله يحفظك، يعني وجعنا شوية. الله يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. ربنا يحفظك حاجة أم إيمان ما شاء الله. الشيخ رامي بقى إن شاء الله يعني نسمعه كده صوته الجميل كده من أول الصفحة كده إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أحسنت، بارك الله فيك أخوان، جزاك الله خير. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. شيخ رامي، استمعت إلى تلاوات الأخوات والإخوة اللي قرأوا، يتعلقك على هذه التلاوات؟ بسم الله ما شاء الله، من فضل الله ثم فضل المجهود يا شيخ، بارك الله فيك وفي الأخوات. الله يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. هو طبعا يعني ما شاء الله نجد مستويات عالية جدا في الأخوات اللي بتصلوا، ما شاء الله في الإخوة في قراءة، ما شاء الله الحمد يعني لله. الفضل الله أولا وأخيرا، ثم طبعا بعض معنا مجموعة كوكبة من العلماء في هذا البرنامج. الآن حد يتصل الآن؟ عايز يقرأ الفاتحة؟
طيب يعني انت عايزين تقرا تفضل، ركع اللي عايز يقرا الفاتحه تفضل ان شاء الله. طيب حاضر. طيب زون على رغبة بعض المتصلين يعني يريدون أن أقرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنا افتتحنا بفضل الله عز وجل البرنامج في بسورة الفاتحة، وكنا قد تكلمنا عن فضائل سورة الفاتحة في أول حلقة افتتحنا بها البرنامج مع القرآن على هذه القناة المباركة، قناة الصحة والجمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في القائمين عليها، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لهم في ذريتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم ودفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند حدوده. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان. اللهم قها الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المؤمنين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذكر مع القرآن قلوبنا تسمو بالإيمان، مع المرقى مع السفرة مع البررة لأعلى مكان.